حبايبي، طبعا احنا يومين نزلت لنا سالفة جديدة بالمراكز، ابرة العنبر، ابرة ما ادري شنو، ابرة النظارة، ابرة ما اعرف شنو. المهم اكو بنات ما عندهم فلوس يرحم المراكز، ما يحبين يضربون ابر، اكو هواية. فحبايبي قلتلكم شغلة اشرح لكم عليها، هذا كريم مع ابرة العنبر، انتبهوا علي، مع ابرة العنبر راح اشوفكم. هذا الكريم، هذا شوفوا انا قد مستخدمه من عنده. اول ما تشترونه تحولون بيه العلبه وتخلطوه. انا بالنسبه خلطته بالماشا مال الشعر، اخليه يوميه بالليل قبل ما انام. طبعا حتقولوا لي شو يسوي. شايفين هاي النظاره واللمعه بالوجه، شلون عباك حاطين جلتر ينطي نظاره ولمعه بالوجه تجنن. واحلى شي بيه انه اذا عندكم مشق هنا او منطقه معينه تمشق، فالمهم اكو مناطق طبعا تمشق عندنا هنا او هنا او هنا. انا بالنسبة الي اعاني من هاي المنطقة دائما تمشق عندي، فالكريم هذا ينطي ترطيب ونظارة ولمعة للوجه يجنن. اخذوه وعلى ضمانتي يعني يجنن. بعو حتى اني بعو تشوفون انه انا شقد مستخدمته، يعني أنا أكيد ما أسوي شيء أو أعلن على شيء إذا ما أستخدمه وأشوف نتائجه. لذلك حتى تشوفون الفيديو مالتي الأخير اللي صورته مال مكياج بدون فلتر وشفتوا بشرتي كانت كلش حلوة. مجرد هو كريم يجي وياه أبرة تخبطوها، هاي مثلا الماشي ماشي مال شعر أني هيجي وخلطته، خلاص قمت استخدمه على وجهي يومية بالليل قبل ما انام، اقعد الصبح اغسل وجهي. ها هي كل شي يجنن تلقونه بس عند يوسف الكناني.